السلام عليكم ورحمة الله، طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم الذي يصل إليكم عبر شاشة الرافدين. نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى أرقام هواتفنا الظاهرة أسفل الشاشة. نبدأ ملفنا الأول إذن مشاهدينا بالحديث عن ما يعانيه المتقاعدون في العراق الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة بمحافظة النجف للمطالبة بزيادة رواتبهم وتعديل قانون التقاعد وإنصاف شريحتهم أيضا التي عملت وخدمت الدوائر الحكومية لسنوات دون أي تقدير من قبل الحكومات المتعاقبة، بل عملت الحكومات على نهب هذه الشريحة والاستمرار بإطلاق الوعود الكاذبة والتسويف لمطالبهم المشروعة. وتقدر أعداد المتقاعدين في العراق بنحو 1,600,000، يقبع 60% منهم تحت خط الفقر نتيجة الإهمال وغياب الدعم الحكومي، على الرغم من وعود رئيس الحكومة الحالية محمد شيع السوداني بتحسين ظروفهم ورفع الحد الأدنى لرواتبهم ومنحهم أيضا أراض سكنية. فلنتابع ماذا يطالب هؤلاء المحتجون في هذا الفيديو. قاعد اليوم يخدم أكثر من 40 سنة ما يمتلك الشمر بالعراق، يا حكومة الصدفة وانتوا اليوم جتوا نهبتوا خيرات البلاد بأكملها، استوليتوا على الاستثمارات والأراضي الخضراء وغير الخضراء، المفروض هسه يتوفر له الضمان الصحي، يتوفر له السلف اللي مدعومه بدون فوائد. المؤسسات الثلاثه اللي تتقاضى ملايين الدنانير من اجل خدمه سنه او سنتين، اذ وجدت الخدمه، وهذول الناس اصحاب الشيبه البيضاء اللي خدموا 30 و40 سنه اللي تقاضى 600 و500 الف دينار، وين الانصاف يا حكومه الصدفه؟ وين الانصاف؟ اليوم على الكل يتمثل هاي الشريحه وهاي الناس اللي تعبت وضحت بحياتها من اجل شنو؟ من اجل بلد هي الربعة العلم، وهي سوت السياده، وهي كونت الدوله العراقيه. شنو اللي قدمتوه انتو؟ ما قدمتوا كل شيء للبلد، هاي الناس هي اللي قدمت للبلد، وهي اللي ضحت، وهي اللي انقذت، وان شاء الله باقين ومستمرين حتى تحرير كل المظالم مالنا. ان شاء الله. كلا كلا للاحزاب. كلا كلا للاحزاب. أفوق مشروع احنا قاعد نطالب بيها، ما قاعد نطلب من الدولة او ما دين، يعني حقوقنا هاي. بس في الدين باقول الحرامية. اليوم اجتمعت كل الشرائح المدنية والعسكرية. باسم الدين باقون الحرامية. باسم الدين باقون الحرامية. باسم الدين باقون الحرامية. باسم الدين باقون الحرامية. حقنا نريد ونطالب به. احنا مستمرين وكل الحقوق مالتنا من عسكري ومن مدني. العسكري اللي يتقاضى راتب 600,000 دينار، اللي ادى خدمه مضاعفه السنه بسنتين اللي هي الحركات، واليوم واقف هو بالشارع. هاي القوات الامنيه اللي رواتبها 600-700,000 دينار من تدفع تقاعد، باكر عقبه هذول هم ويانا، هم يريدون الانصاف ونطالب بحقوقهم مثل ما قاعد نطالب بحقوقنا احنا. نعم نعم للعراق. اليوم مطالبة عدنا ريلا مطالبة، ورسالة نوجهها إلى كل عدنا ريلا مطالبة، وتأثير في تعديل رواتب هؤلاء هذه الشريحة المظلومة التي قدمت ما قدمت من حياتها وإلى سنين أعمار تهمل وتهمش. هكذا لا نسمح، ومن اليوم من اليوم اعتبارا هذه الملاقاة الأولى سوف تكون بداية للملاقات عديدة. سائلين والقدير ان شاء الله الحمد لله كل مطالبنا اليوم وكل يوم.
إذا باسم الدين باجون الحرامية، هذه كانت من ضمن الشعارات لتظاهرة المتقاعدين في النجف، وبالتزامن مع انطلاق تظاهرات لشريحة المتقاعدين في العديد من المحافظات العراقية، نظم المتقاعدون في بغداد هذه المرة وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الوزراء للمطالبة بالاستجابة الفورية لمطالبهم وإنهاء التسويف الحكومي كما هي العادة حول تعديل قانون التقاعد وزيادة رواتبهم وتحسين الوضع المعيشي. ويؤكد مراقبون أن الراتب الذي يتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف دينار ربما لا يكفي لأسبوع واحد أو في أبعد التقدير لعشرة أيام، وبقية أيام الشهر يبقى المتقاعدون مع الأسف في حيرة من أمرهم، وعائلاتهم أيضا تعاني الفاقة والعوز والحرمان وكل أشكال القهر والاضطهاد والشعور بالغبن المجتمعي والحكومي غير المبرر، بل يعد حرمانهم من حقوقهم تجاوزا على حرياتهم وحقوق الإنسان في العراق بأبسط صورها. فلنتابع أيضا جانبا من هذه التظاهرات في بغداد. ظاهرة موحدة لكل الجروبات، التجمعات، جمعية المتقاعدين. راح ننطلق إن شاء الله من مركز شرطة الصالحية باتجاه مجلس الوزراء، وحتى نبين للرأي العام مظلومية المتقاعدين ونقدم الشكوى والطلبات. طبعا هذه مو الأولى مثل ما تفضل جنابك، هاي العشرات المظاهرات، لكن يقول الضغط يعني فك اللحين. نتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يهدي هاي الناس اللي ما اعرف يعني تنطي وعد وتقول انا مع المتقاعد لكن قول بدون فعل. وحتى الله سبحانه وتعالى يقول يعني يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. فهذول الناس قول بدون فعل. والدليل هاي الناس يعني مع الأسف كان استحوا على 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 نفسهم، أبهاتهم الشيبة البيضاء والناس الكبار تجي تطلع تتظاهر بالحر من أجل راتب، يعني مو من أجل فد مطلب كبير أو من أجل تحسين الواقع المعيشي. الناس اندلت، الناس وللأسف تشوف هسه أكثر المسؤولين كان فقر وكان بالضيم حاله، الشعب مصدر السلطات، مصدر التشريع، مصدر بقائهم هم. يعني اليوم سلمية، باشر عقبة إذا ما فات انتخابات قادمة من اللي يطلع للانتخابات؟ مستحيل كلها تقاطعهم. هسه إحنا والله نخجل عندما نلتقي برلماني يقولون ذول البرلمانيين ما بيهم فايدة للشعب، ما بيهم فايدة للناس، لكن إحنا كرامة لهاي الناس، كرامة للشيبة البيضاء، جاي نضغط على نفسنا وننزل نفسنا مع احترامنا كأعضاء برلمان ما يستاهلوا، ونقولهم يا أخوان مظلومية المتقاعدين ديروا بالكم عليهم، انصروهم. وشغلة بسيطة جدا، راتب تخليه حاله حال الناس يواصل معيشته، عنده طلاب كلية، عنده إيجار، عنده علاج، وانتهى الموضوع. شنو يعني قانون؟ مستشارين آلاف موجودين قانونيين، عشرات احنا موجودين في مجلس الوزراء، ما تقدرون تصيغون قانون يخدم الناس، يخدم العراقيين، ومو بس المتقاعد، الموظف الذي سيحال إلى التقاعد مستقبلا حالة من حالة. إذن قبل الانتقال لمشاهدة ومتابعة باقي الفيديوهات نبقى بهذا الموضوع، ولكن نستقبل أبو علي من لندن. حياكم الله أخوي أبو علي. الله يحييكم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي أبو علي. المتقاعدين في بغداد والنجف وباقي المحافظات يتظاهرون مطالبين بحقوقهم. نعم. شو كلمتك لهم؟ والله هي يعني المشكلة مو مشكلة يعني راتب المتقاعدين، هو المفروض يتظاهرون لأنه على دول الميليشيات. أخي البلد بيد ميليشيات، بيد عصابات، مو شغلة متقاعدين أو شغلة كهرباء، أو بلد كله منهوب. يعني أنتوا طالعين على مود راتب زين، فرضوا اعطوكم رواتب، اعطوكم رواتب 200 ألف 600 ألف 500 ألف، وبعدين تظلون تسكتون بلد ما بي كهرباء، ما بي خدمات، ما بي صحة، ما بي زراعة، ما بي صناعة. يعني أنا بالنسبة لي برأيي مظاهرات سلمية لا تنفع أمام مجرمين، قتلة، إرهابيين، عملاء خوان الإيران. ما تنفع عمي، ما تنفع المظاهرات. شنو الحل أخوي أبو علي؟ يعني
تظاهرات تشرين شفنا شنو سووا فيها يعني، وكيف التعاطي الأمني كان مع المتظاهرين، شو الحل برأيك؟ ماكو حل أخي. إذا أخي الكريم إحنا خلنا نتكلم بصراحة، ذولا إجوا على الدبابات الأمريكية ما يطلعون عني، ما يطلعون، إذا ما يصير دماء ما يصير تضحية ما يطلعون، ذولا راح يحكمونا مئات السنين. إنت تطلعون على مود راتب، باكر ناس يطلعون على مود وظائف، ما أخي بلد منهوب، بلد منهوب. إنت شنو فائدة طالعين إذا ما ترفع السلاح؟ أخي ذولا مجرمين قتلة، يعني بلد جاي حكموه 90-100 ميليشيا إرهابية كلها تابعة لإيران، فضل جاي يجيبون الباكستانيين والهنود والأفغان وما أدري مين، جاي يجيبون ملايين جاي يجنسوهم هات جنسية عراقية، ما يعني تفاد أخي. أخوي أبو علي حجتهم بصراحة يعني كما قلت حجتهم على طول هم أن موجود الإرهابيين موجودين، عمليات أو التصدي لعمليات الإرهاب موجودة، تنظيم داعش موجود، فلازم يكون هذه الميليشيات موجودة للتعاطي مع هذا الإرهاب. كل أكذوبة ومسرحية، مسرحية داعش صناعة الميليشيات الشيعية الإرهابية وعلى رأسهم خامنائي الإرهابي، هذه مسرحية على مود يسوون يزرعون الفتنة بين الشيعة والسنة لا أكثر ولا أقل، هذه مسرحية داعش معروفة، يعني صناعة الأحزاب، الأحزاب المتنفذة الآن أخي، يعني هاي الموضوع بعد خلص لا ينطلع على العقلاء، هذا الموضوع ينطلع على العبيد والقطيع اللي أمثالهم. كان أحد الشعارات في هذه التظاهرات باسم الدين باقون الحرامية، يعني هذا الشعار هل يعبر عن مستوى الوعي لدى هؤلاء المتظاهرين الذين باتوا اليوم يعني يكفرون بهؤلاء السياسيين؟ والله يا أخي هاي الشعارات احنا سمعناها صارنا 21 سنة، باسم الدين باقون الحرامية، إنزين مو مشكلة، ذولا حرامية وبعدين تواجهون مظاهرات سلمية عمي، عمي هاي احنا قاعدين بلندن وبسويسرا وبأوروبا، أقل شغلة تصير يحرقون المحلات ويحرقون. ماكو ميليشيات أبو علي بلندن؟ ماكو ميليشيات؟ وينكم ميليشيات عمي؟ بلد كله محكوم قانون، بس خلي شوية صعدون الضريبة 5% 3%، شوف الشعب يطلع شي يسوي، انتوا قاعدين محكومين من قبل ميليشيات عصابات وتطلعونهم مظاهرات سلمية، وين أخي وين قاعدين انتوا؟ أنا ضد هذه المظاهرات، مظاهرات سلمية لا تنفع أمام مجرمين قتلة عصابات ميليشيات تابعة لإيران، هذه الخضراء كلها بيد خامنائي الإرهابي وبيد الحرس اللاثوري الإيراني الإرهابي، نقطة راس سطر، إذا ما ترفع السلاح وتواجه العصابات في الخضراء هذول الميليشيات يحكموك بعد مئات السنين. نعم، إذن هذه يعني تبقى وجهة نظرك أبو علي من لندن، شكرا جزيلا لك. حياكم الله، نواصل مشاهدينا معكم في هذه المقاطع المتداولة حول موضوع المتقاعدين ومظلومياتهم، حيث نظم المتظاهرون من شريحة المتقاعدين العديد من الفعاليات خلال تظاهراتهم أمام مبنى رئاسة مجلس الوزراء. ما هذه الفعاليات؟ فلنتابع في هذا الفيديو. عيد مجدك يا عراق، صرت طاوش الطيور، صرت على العالم امير. عيد مجدك يا عراق، تسقط الغربان كلها كان صيرك من يطير. عيد مجدك يا عراق، تسقط الفرسان كلها كان صيرك من يطير. عيد مجدك يا عراق، ترجع الفرسان عنك لما نشوفك تغير. عيد مجدك يا عراق، خربوك اهل النفاق. عيد مجدك يا عراق، عيد مجدك يا عراق، خربوك على النفاق. عيد مجدك يا عراق، إذن عيش مجدك يا عراق، نسأل الله أن يعيد الأمجاد إلى بلاد الرافدين. كيف تفاعل المعلقون مع هذا الموضوع؟ أم دينا قالت يعرفون يزيدون الرواتب، ناهبي الشعب وعايفين
اللي فنى عمره بالوظيفة وراتبه أسبوعين ويخلص، خصوصا اللي رواتبهم أقل من المليون، حتى للطبيب ما تكفيه. مع الأسف يا أم دينا، أبو علي تبارك القرعاوي يقول: عجيبة والله، يعني شنو يصير لو راتب المتقاعد 1 مليون؟ شنو يعني الدولة تتضرر؟ لا والله، بدل المشاريع اللفط والخمط انطي العالم، خلي تعيش برفاه. إذن هذه كانت وجهة نظر أبو علي. شاهين كيركولي يقول: ثروات البلد أصبحت حكرا للمسؤولين، والقوانين مشرعة ومسخرة لخدمتهم وحصانتهم فقط. حسن التميمي يقول: الله يكون بعونكم، لكم الله يا متقاعدي العراق دوما مظلومين، حسبنا الله ونعم الوكيل، على كل ظالم ظلم المتقاعدين الأبطال. أبو علي الجميلي يقول: الله يكون بعونكم، أغيثوهم وارحموا شيبتهم وعوائلهم، المتقاعدين لهم الحق على أصحاب القرار، إنصافهم لخدمتهم، إنهم جزء من هذا الشعب. إذن أبو أثير البيضاني أيضا قال: ولا واحد يلبي طلباتكم، مجرد وعود دون فعل، وقولهم سوف نعمل على تغيير قانون التقاعد وزيادة رواتبهم وإرجاع سن التقاعد إلى وضعه السابق، وكل كلام غير مطبق على أرض الواقع. إذن هذه كانت التعليقات فيما يخص موضوع المتقاعدين وإنصافهم وإنصاف مظلومياتهم. إذن ننتقل بهذا إلى ملفنا الثاني، حيث نتناول فيه الحالة المزري والفساد وغياب الرقابة الذي ما زال يشهده القطاع الصحي في العراق، حيث اشتكى أحد الناشطين عدم تشغيل الأجهزة الطبية في مستشفى الناصرية العام، ووجه من مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار رسالة مناشدة لرئيس حكومة الإطار التنسيقي ووزير الصحة الحالي، وذلك خلال تواجده وسط غرفة مليئة بالأجهزة الطبية، قائلا: إن المسؤولين في المستشفى التركي يخبئون الأجهزة الطبية عن المراجعين ليضطروا إلى الذهاب للعيادات الأهلية للتداوي والفحص والحصول على العلاج. فلنشاهد هذا الناشط وما الذي رصده. هذا المقطع عريض كل شباب ذي قار وهل ذي قار يوصلون الرئيس الوزراء ووزير الصحة. هاي لجزء، هاي لجزء، تعال تعال تعال، هاي كلها أجهزة جاي تجي للناصرية وجاي يضمونهم. تجي المدير الصحة تقول له: ابوي ليش هذا الجهاز واقف؟ يقول لك: ما عندي كادر. مو عنده كادر بالرياض جاي يظاهرون بالشارع، هذا اختصاصهم؟ تكذبون على العالم؟ رئيس الوزراء حق له شغله وحده. هاي المستشفى التركي شوفها، هي طبعا احسن مستشفى بالمحافظات كلها من ناحيه الاجهزه والبناء، بس بيها ما يخافون الله. راح حق له شغله يا رئيس الوزراء ووزير الصحه. اذا تجي انت مراجع هنا راسك يوجعك ماكو؟ اطلب للمستشفى تطلع منها بيك عجز كلوي، بيك خلف، حتى بطنك تطقك اسهال من البرد، ولا الحراميه بيها. هاي الغراض بيها، شوف انت الكل متروكات. تعال 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 تعال، هاي كلها تجهيزات طبيه، وهاي الغراض دي شغله. تعال 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 تعال، لان الغراض هاي كلها شوف لانها هسه من تجي تراجع هنا مستشفى التركي، كلهم يقولون للمراجع لانه ما همنا ما عندنا. واعتذر طبعا، اعتذر من العالم الخير طبعا، فتحت الباب انا ودخلت، بس عادي اتحاسب عادي، المهم اطالب للفقير واطالب لمحافظتي. رساله لك يا رئيس الوزراء، تابع موضوع الناصريه، عصاباتنا مستشفى التركي وما يعرفون الفقير شنو، وما يعرفون الفقير وين صاير. الله وكيلك، الفقير يطوب يضل ينطم هنا ويخليه يطلع، واذا يجي مريض هنا يجوز ما يطلع سلامات، يموت هنا بالمستشفى. إذن يبقى هذا الموضوع في رهن مديرية صحة ذي قار للتحقيق فيه، فيما إذا كانت هذه الأجهزة فعلا هي تحتاج لربما للصيانة، أم أنها يعني مخبأة بالفعل عن هؤلاء المرضى لكي يضطرون للذهاب إلى المستشفيات الأهلية للتداوي، ولربما يكون هناك عمليات فساد.
أيضا تعاني كما هو معلوم المستشفيات في العراق من سوء الخدمات الطبية المقدمة وتهالك البنى التحتية فيها التي بني بعضها منذ 60 عاما، إضافة إلى قلة توفير الأجهزة الطبية الحديثة والأدوية وسوء الرعاية الصحية المجانية في القطاع الحكومي. وتجمع مصادر سياسية على أن نظام الرعاية الصحية الفاسد في العراق يعكس بشكل واضح فشل أسلوب الحكم والعجز عن التغلب على الصراعات السياسية التي طغت على هذا الوضع في العراق. ومن المعروف أيضا أن العراق يحتل المرتبة الخامسة كأغنى دولة نفطية في العالم، ومع ذلك لا يستطيع مواطنوه مع الأسف الحصول على الأدوية الأساسية والتأمين الصحي الذي يضمن لهم العلاج من الأمراض. في هذا المقطع التالي الذي سوف نعرضه الآن نشاهد مواطنا بصريا ينفجر غضبا من داخل مستشفى البصرة التعليمي الجمهوري سابقا بسبب الإهمال الذي لاقته زوجته المريضة وسط غياب المتابعة والرقابة الحكومية. يا مدير صحة البصرة، أنا بمستشفى الجمهوري حاليا، صار لي 3 ساعات هنا ومرة تريد تموت. يقولوا لي ما عندنا طبيب اختصاص جملة عصبية، صار لي 2:30 3 ساعات، لا أعطوها مغذي، لا قاسوا ضغطها، كل شيء ما سووا له. هاي هي راح اخذها مستشفى اهلي هسه، جيبها ادور على مسؤول الاداره، طبيت للبوابه، طبيت جوا ادور عليه غرفته مقفوله. هاي شوفها يا مدير صحه البصره، عار انتم عار، اجيتوا للحكم عار، بالبصره انتم عار، بلد نفطي. هاي تفضل مدير صحه البصره، ما عندك طبيب. يعني كما ذكر بلد نفطي، البلد النفطي معروف أن آخر ما يشغله لربما هو موضوع الأموال والتمويل، ولكن إن لم يكن هناك فساد، ولكن مع الأسف في العراق الفساد هو الطاغي في جميع القطاعات، خاصة بعد احتلاله عام 2003. كيف تفاعل المعلقون مع هذا الموضوع؟ حمزة العراقي نبتدئ معه، حيث علق قائلا: يعني شنو ذنب الناس؟ رنين ومفراس وغيرها يسوونها خارج الحكومة بمية فصاعد، ليش تجبرون الناس المعدومة أن تروح للأهليات؟ المصيبة اللي يوديك للأهلي هو أكيد عنده نسبة. أيضا غزوان التميمي قال: عصابات تعمل لصالح المستشفيات الأهلية، وعند البحث عن مستثمري المستشفيات الأهلية تجدهم يعملون لمن يا ترى؟ من هو الذي يمسك زمام الأمور؟ هذا سؤال طبعا برسم المسؤولين. طالب عزيز يقول: المفروض وزير الصحة يسوي تحقيق بالموضوع، ولكن يعني هذا أيضا الموضوع إحسان الزهراوي، كل هذا من أجل أن تأخذ المريض إلى مستشفى أهلي؟ المفروض تغلق جميع المستشفيات أو تغلق جميع المستشفيات الأهلية والعيادات، فهم سبب تردي الوضع في المستشفيات الحكومية. كلنا مع إغلاق المستشفيات والعيادات والمدارس الأهلية، فهم دمار للبلد. إذن هذا كان رأي إحسان. أيضا علي الأسدي يقول: كل المستشفيات والمراكز الصحية فاشلة وما عندهم اهتمام بالمواطنين. حسن عدنان يقول: القطاع الصحي بالناصرية عبارة عن بؤرة فساد، ولربما هذا الموضوع وهذا الفساد ليس فقط في الناصرية يا حسن. من هذا الملف ننتقل إلى ملفنا الثالث، حيث سنتحدث فيه عن الحال المزري الذي يعيشه القطاع التعليمي في العراق اليوم رغم الأموال الطائلة والميزانيات التي تضخ له، لكن يظهر أن الفساد وعمليات الاختلاس أخذت من هذا القطاع مأخذا عظيما، حيث رصد ناشط في محافظة ذي قار حال المدارس المهملة في قطاع الشطرة والتي كلفت الدولة أموالا طائلة دون تحقيق أي إنجاز على أرض الواقع. فلنتابع. ما حد يحترق قلبه على هاي المدارس، صار لها سنين من 2010 بزمن المالكي وأعوانه ولحد هذا اليوم هاي المدارس هذا حالها، بنص الشطرة وبالمحافظات تمه والأقضية
مثل هاي المدارس، لان المسؤول ما يتعب على هيك مشروع ويتابعه. المسؤول يريد مشروع جديد على مود يستفاد به نسبه شيء، هاي مريضه يعتبرها. هاي مدرسه انبنت مليارات من 2010 و11 ولهذا يومنا هاي المدرسة بهذا الحال. هاي وحدة من بين المدارس اللي جاي أصورها بالشطرة، واللي هي مثلها عشرات المدارس بالمحافظات. لأن أنا أقول لكم ليش المسؤول ما يتعب روحه على هيك موضوع، يقول لك هذا ما أكله فلوسه. المسؤول يركض مشروع جديد على مود يستفاد من عدة نسبة. يعني ما يلقى هذا المسؤول أي أموال من هذا المشروع، أموال يبوقها، إذن لا يتدخل به. يعني هذه المدرسة تحتاج فقط لربما إلى تشطيب، هذا التشطيب لربما ينقذ مئات من الطلاب من أن يبقوا في العراء أو من أن يبقوا في كرفانات. إذن يعاني القطاع التعليمي في العراق منذ سنوات طويلة من إهمال حكومي وضعف كبير في استحداث مدارس جديدة وترميم تلك القديمة، إلى جانب النقص في الملكات التعليمية ما يؤثر سلبا في مسيرة التعليم بالبلاد. ويتراجع مستوى التعليم في العراق بشكل لافت في ظل نقص حاد في إمكانيات المؤسسات التعليمية وصعوبات في معالجة المشاكل، في ظل غياب الخطط طويلة الأمد لسد النقص وتطوير المؤسسات كما يرى مختصون. ونبقى في واقع المدارس الحكومية في محافظة ذي قار، حيث يتحدث الناشط ذاته هذه المرة عن حال مدرسة كرفانية تضم أكثر من 500 طالب في مشهد يعكس حجم الإهمال لهذه المدارس والطلبة أيضا. بالشطرة منطقة آل بنجيم الخلفي اللي جاي يشوفونها بسنة 2024 مدرسة عبارة عن كرفانات. خلي يسمع مدير تربية ذي قار، خلي يسمع رئيس الوزراء، خلي يسمعون السادة النواب، خلي يسمع كل مسؤول. هاي المدرسة تضم 500 طالب، حر، برد، تراب، سموم، لعبان نفس بين قوسين. أيام الانتخابات ندر بيها بالكلاوات مال النواب، وانتخبني وأبني لك وأسوي لك وكبر. صعد السيارة ما تقلق جز وجيك سارة، وبعد ما وصلهم وزير التربية الله يحفظه مبلغ السادة المدراء، والمدراء مبلغين الحراس جابة ممنوح واحد يجي يصور وينقل الفضيحة مالتنا اللي هي كرفانات. هاي المدرسة بنوا بصفها مدرسة ثانية. خلي يسمعني ابن عبد الله عويز اللي والده توفى الله يرحمه. هاي المدرسة بنيتها بال 2012 بس اساس، ولهذا اليوم ماكو، والناس بالكرفانات والدوام جايهم والشدة جايهم والطيب جايهم. الرسالة الثانية رسالتي الصندوق أعمار ذي قار المديرها، هاي الناس يردون من عندكم مدرسة لأن ملف المدارس بوزارة التربية تعبان. يعني هذا الموضوع برسم المعنيين، هذه الكرفانات تستخدم عادة في المناطق المنكوبة ومناطق الزلازل وليس في بلد يطفو على بحر من النفط مثل العراق. هذا البلد يجب أن يكون مواطنوه معززين مكرمين في مدارس أقل ما يمكن أن تكون راقية. كيف تعامل أو كيف علق المتفاعلون مع هذا الموضوع؟ حسن علي قال والله مأساة حال المدارس وخصوصا هذه المدرسة المشتكى لله. محمد الشريفي قال لا والله مصيبة،
عود بناء سريع كله جاهز، تركيب صار له 14 سنة، إذا ما مستعجلين إيش قد تبقى؟ إذن أيضا سيد أحمد الموسوي، الموسوي قال: من أمن العقاب أساء الأدب. هاي محاولات الفاسدين في اختلاس الأموال من الدولة مع الأسف على ناس ما عندها غيرة على البلد. عمار البرقي يقول: أعدنا بسماوة بحي العسكري مدرستين، واحدة ابتدائية واحدة ثانوية، نفس هاي ما خلينا لا مسؤول ولا مناشدة تعتب علينا. مع شديد الأسف جنك تولف ويا الحائط، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. إذن سيف أبو سدن: والتربية جاي تأخذ 1000 من كل مواطن يراجع دائرة التربية مساهمة بناء مدارس. إذن سجاد علي الاعتابي أيضا علق قائلا: المالكي سلم هاي المدارس لشركات إيرانية وما كملوها، ولا شفت مسؤول سولف وقال ليش باقوها، شنو السبب؟ كله ساكت. إذن هذه كانت التعليقات حول موضوع تراجع مستوى التعليم والمدارس وتأخر بناء هذه المدارس في العراق، إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة وهو المتنزهات والأماكن الترفيهية والحدائق التي لربما تعد متنفسا يلجأ إليه المواطنون ليحظوا بقليل من الأنس والراحة والأمان، وليروا ابتسامات أطفالهم وأحبائهم بعيدا عن ضجيج الحياة وصخبها. لكن ومع الأسف حتى هذا المتنفس بات يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق، حيث رصد أحد الناشطين في الناصرية استمرار الإهمال الحكومي للأماكن الترفيهية والمتنزهات العامة التي تعد المتنفس الوحيد لأهالي المدينة، منتقدا سوء الإدارة والتخطيط في تنفيذ الحدائق العامة وغياب المتابعة من قبل الجهات المعنية. ماذا قال وماذا رصد هذا الناشط؟ فلنتابع. السيد محافظ ديقار السيد مدير بلدية الناصرية: اخوان هاي هذا الشارع اشتغلتوه وجزاكم الله ألف خير بفلوسه، ما حد متفضل علينا بها لأنه هاي فلوس الناصرية واشتغلتونا هذا المشروع. هسه هذا المشروع احنا ما نعرفه، هو حديقة لو هي جزرة وسطية؟ إذا هي جزرة وسطية فأنتم مخلين بها ألعاب للأطفال، وتدرون الأطفال تجي تلعب بهاي الألعاب ومحجر ماكو، وهذه سبب حوادث تدرون لأنه هذا طريق سريع. وإذا هي حديقة فالمفروض الحديقة تسيج بصورة صحيحة لأنه داخلها ألعاب وراح تقعد بها عوائل وحتى ما نعرضهم للخطر. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، إذا هي جزرة وسطية فالمفروض يكون هنا أكو أشجار، لازم تكون هنا أشجار على هاي الجزرة، لأنه إحنا سألنا أصحاب الاختصاص اللي هم مختصين بهذا الموضوع يقولون هذا الطريق المفروض يشجر، سواء كانت حديقة أو كانت جزرة وسطية فالمفروض يشجر بأشجار دائمة الخضرة وتتناسب بي الظروف الجوية، المرتفعات الجوية، الحرارة، المطر، المفروض بكم تختارون هذا الموضوع. فأتمنى منكم أنه تتابعون هذا الموضوع، لأنه إذا كانت حديقة ومحجر ماكو وإذا هي جزرة وسطية فأتوقع من الخطورة، هي خطورة على الأطفال، تدرون أطفال إحنا ما عندنا متنفس، مدينة الناصرية وأنتم جاي تتعاركون عليها، فالناس بدت أنه تجي للجزرات الوسطية وتجي للحدائق. فإخوان إذا كانت هاي جزرة وسطية فهاي ألعاب بيها خطورة على الأطفال، وإذا أنتم تقولون هاي حديقة فالمفروض بيكم تخلون محجر والناس تستفاد من عدها. وايضا موضوع التهجير موضوع ضروري، لانه للاسف الشديد اليوم انتم باي مكان تشتغلون سواء كان مشروع او شارع او حديقه، اول ما تركضون على الاشجار تطلعونها، بس شنو الفائده؟ المفروض تعوضونها باشجار اخرى بغير اشجار وتخلونها اشجار مفيده وتداوم وينجو. يعني هذا الحال في العراق والله المضحك المبكي. يعني دع الأشجار جانبا، هذه الحديقة إن كانت تسمى حديقة فعلا المسمى هناك مشكلة فيه، إن كانت حديقة فهل من المعقول أن توضع في منتصف شارعين رئيسيين؟ وإن كانت حديقة أليس من المعقول أن توضع، أو أليس من الأصح أن توضع في مكان أنسب ليكون في الحديقة؟ يعني من الممكن ومن البديهي أن يأتي طفل ويراقب أخاه لربما
بجانب هذا الشارع، ولكن عندما تحل أي مصيبة أو مكروه بهذا الطفل لا سمح الله سرعان ما تجد المسؤولين يقولون جاري التحقيق. طيب قبل ما تقع هذه المصيبة، هذه الفيديو في أو هذه الفيديوهات برسم المسؤولين لكي يأخذون الأمور على محمل الجد ويجروا التحقيقات قبل وقوع مثل هذه الكوارث. ناشط آخر حقيقة تحدث عن تضييق المساحات بجوار مدينة الألعاب في النجف وتوزيع الأراضي المجاورة لها لجهات متنفذة بذريعة الاستثمار، والذي زاد من خناق مدينة الألعاب بسبب إحاطتها بمباني سكنية واستثمارات دون أي اكتراث لهذه المساحات التي هي من حق المواطن للترفيه عن نفسه وعن عائلته في محافظة النجف كما يقول هذا الناشط. فلنشاهد. طبعا أنا الآن في مدينة ألعاب النجف، مدينة ألعاب السلام. هذا شارع الغدير وهذا شارع حزام الأخضر، وهسه أنا دخلت المدينة ألعاب. أنا أريد أن أعرف شلون أطفالنا عوائلنا اللي يريدون يجون المدينة ألعاب النجف منين يدخلون؟ مدينة ألعاب حي السلام بقت فقط 5 متر، هذا دولاب الهواء خالي له 5 أمتار. دولاب الهواء وين صار؟ وين صار؟ قريب شارع الحزام، من هنا مسابح، من هنا قاعة عراس، عندك هناك صار مطعم، وبعد شنو؟ ومن هنا قاعات ما أعرف مال شنو، وأني حالياً بقراج مال سيارات، وهذا دولاب الهواء. أريد أعرف وأريد أن واحد يجاوبني منين تدخل الأطفال المدينة ألعاب ويصعدون دولاب الهواء؟ زين نفترض دخلوا عن الباب الثانية، شنو راح يشوفون من يصعدون دولاب الهواء؟ شنو راح يشوفون؟ راح يشوفون قاعة العراس، وراح يشوفون مسبح، وراح يشوفون محلات بيع السيراميك، وراح يشوفون كذلك هناك شركات، غير يشوفون خضار. لا بقى خضار، الخضار كله محو من هذه المدينة. كل شيء جميل في مدينة ألعاب انطوا استثمار، محلات بيع السيراميك ومحلات بيع مواد المنزلية، وبقى بس هذا الخطية المقرود الدولاب الهواء. ما أعرف وين راح يخلوه، ما أعرف. عبد الله جاي يقول لي شنو ذنب أطفال النجف من راح يصعدون الدولاب الهواء مال مدينة ألعاب النجف، وراح يشوفون فقط محلات بيع السيراميك وقاعات أعراس وقراج وما أعرف هناك ايش مسوين. هاي كلها جزء من مدينة ألعاب النجف. إلى من نشكي؟ إذن هذا هو حال المتنزهات في العراق وأماكن الترفيه. كيف تفاعل المعلقون في موقع فيسبوك؟ أبو علي ناصر: والله نستغرب من الدور الرقابي للمحافظة ومجلس المحافظة والنزاهة، حديقة للعب الأطفال بين شارعين عامين. رياضة أو رياضة شانان على ما أعتقد هكذا هو الاسم: ما ضل شبر بالناصرية مخذول ميليشيات. إذن لؤي الملك: سرقة الأراضي العامة وبيعها على المستثمر، هكذا علق لؤي. قصي الجابري علق قائلا: هاي دواير لو عصابات من البلدية والاستثمار للتخطيط العمراني، والمجرم ضياء الفتلاوي باع النجف تفصيخ تحت حماية أحزاب قذرة. حجي حامد الكردي الشمري يقول: من أمن العقاب أساء الأدب، عصابات تتحكم بمقدرات النجف مثل المدينة المائية صارت عبارة عن محلات أو محال. زينب فؤاد علقت: كانت مدينة ألعاب جميلة جدا ومليئة بالحدائق والأشجار الكثيفة وكافة أنواع الألعاب، كانت فيها سفرات مدرسية أو سفرات مدرسية وكذلك مكان ترفيهي للعوائل. يعني النجف صفي مولات ومطاعم وأسواق، مع العلم هو متنزه حكومي، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. إذن هذا كان تعليق زينب فؤاد، ونختم معه هذه الفيديوهات.
إذن مشاهدينا، سلط أيضا قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الضوء على تسلسل الأحداث التي سبقت بدء العدوان الإيراني على العراق سنة 1980، حيث بدأ ذلك بمعركة القادسية الثانية عندما قصفت إيران مخافر ومناطق حدودية سقط على إثرها عشرات الضحايا في صفوف العراقيين، كما تعرضت حدود العراق إلى عشرات الخروقات الجوية من قبل الطيران الإيراني على مدى عام كامل قبل الحرب. تفاصيل أكثر عن الموضوع تأتينا في هذا الفيديو الذي أعده لنا قسم التواصل الاجتماعي. إذن من موضوع الحرب الإيرانية والعدوان الإيراني على العراق إلى المواضيع الداخلية أيضا، حيث جدد خريجو الأعوام السابقة من مختلف التخصصات مطالباتهم بتوفير فرص عمل لهم، وتفاعل العديد من الناشطين عبر منصة إكس للمطالبة بالاستجابة العاجلة لمطالب الخريج القديم الذي يطالب بالتعيين والحقوق المشروعة وإنهاء التسويف الحكومي لهذه الشريحة. ويواجه كما هو معروف الخريجون في العراق مصيرا مجهولا، لا سيما بعد تنصل رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني عن وعوده التي قطعها سابقا بتوفير فرص عمل للخريجين. وجاءت موازنة عام 2024 خالية من الدرجات الوظيفية لتفند مزاعم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شيع السوداني عن توفير فرص عمل للشباب ليواجه هؤلاء الخريجين، إضافة إلى الذين سبقوهم وغيرهم من العاطلين مصيرا قاتما في ظل تعطيل القطاع الخاص لتشغيلهم فيه. فلنشاهد بعضا من التغريدات على منصة إكس حول هذا الموضوع. محمد أبو زهراء علق أو غرد قائلا: أصبحت الأعمار 30 و40 و50 عام وأكثر، وكلنا خريجي معاهد وكليات، متى نتعين ومتى نمارس دورنا في الحياة ومتى نتقاعد؟ طبعا هذه التغريدة كانت تحت هاشتاج الخريج القديم أحق بالتعيين، شيماء
أيضا علقت قائلة أو غردت قائلة: كفى تهميش وكفى ظلم، إلى متى نبقى بنظر المجتمع عاطلين ونحن معطلين عن العمل؟ لا نطالب بالمستحيل، لكننا نطالب أن تكون لنا الأولوية في التعيينات، لأن أعمارنا لا تحتمل التأجيل. الخريج القديم أحق بالتعيين، هذا الهاشتاج. إذن ترايا اللاوي قال أو قالت: نحن أصحاب حق، وآن الأوان لاسترداد حقنا، واجب على كل من يمثل الشعب إنصافنا، وهذا ليس استعطاء من أحد، إنما هو حقنا الذي كفله لنا الدستور. بان مهدي قال: نطالب أصحاب القرار بإنصاف الخريجين القدامى من خلال وضع آلية لتعيينهم حسب أقدمية التخرج من الأكبر عمرا والأقدم تخرجا، واستثنائهم من نقاط المفاضلة. هاشتاج الخريج القديم أحق بالتعيين. إذن هذا كان تفاعل المغردين عبر منصة إكس، وبهذا نختم حلقة اليوم من برنامجكم صوتكم. دمتم بخير، وإلى لقاء جديد بعون الله. إلى اللقاء.